بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، العلاج بذكر الله. هل تصدق أخي الحبيب أن ذكر الله يمكن أن يكون شفاء وعلاجا لمشاكل نفسية، مشاكل جسدية، حتى مشاكل تتعلق بالأمراض العادية التي نعرفها؟ وسأثبت لك ذلك بأبحاث نشرتها جامعة هارفارد. أول شيء أخي الحبيب، يجب أن تعلم أن العلم الحديث اليوم كله يتوجه باتجاه التخلي عن الدواء الكيميائي بسبب الآثار الجانبية المدمرة له. فكل العالم اليوم يبحث عن وسائل بديلة، إما في الغذاء وإما في السلوك الاجتماعي. يعني مثال على ذلك، جامعة هارفارد أجرت دراسة طويلة جدا لأكثر من 50 سنة، وكانت هناك نتائج صادمة بالنسبة حتى للباحثين فيها وهم من الأطباء. تفاجأوا أن تأثير النظرة الإيجابية للحياة أقوى من كثير من الأدوية. يعني يمكن فقط أنت أن تغير نظرتك للحياة، فقط انظر إلى هذا الإجراء البسيط، مجاني، لا تكلفة، لا جهد، لا تعب، لا آثار جانبية. فقط أنا غيرت نظرتي للحياة، ما الذي يحدث؟ النظام المناعي ينشط ويصبح أقوى وأكثر قدرة على مواجهة الأمراض بشكل كبير جدا، لدرجة أنهم بدأوا يدرسون هذا الموضوع. لماذا يؤثر السلوك الإيجابي للإنسان ومعتقدات الإنسان وتفاؤل عند الإنسان، لماذا يؤثر بهذا الشكل الكبير على علاج الأمراض؟ نحن نعلم أخي الحبيب بالأساس أن أقوى أو أهم نظام في الجسم زودنا الله به هو نظام الدفاع ضد الفيروسات والأمراض. يعني تخيل أنت دولة بلا جيش، تخيل بيت بلا أقفال أو بلا أبواب، فهذا، أو تخيل أنك تسكن في بيت ليس له سقف، تكون معرض لكثير من المشاكل. فالإنسان محاط بكل لحظة بملايين العوامل الممرضة في كل لحظة. يعني الفم يعيش فيه عشرات الأنواع من البكتيريا الضارة، الأمعاء فيها بكتيريا ضارة، الجلد عليه أكثر من 100 نوع أو 150 نوع من البكتيريا، عدد منها ضار. الهواء الذي نستنشقه فيه بكتيريا وفيه ملوثات، الماء الذي نشربه أيضا فيه ملوثات. طيب، الأكل الذي نتناوله أيضا لا يخلو من تلوث، مثلا بقايا البلاستيك، هذه الجزيئات الصغيرة جدا، بالزئبق، بالرصاص، إلى آخره. إذن أيها الإنسان، أنت محاط بملايين من العوامل التي تسبب لك المرض. طيب لماذا لا نمرض باستمرار؟ لأن الله عز وجل زودنا بما يسمى أو سماه العلماء النظام المناعي، وهو ليس جهاز واحد. يعني أنا يسمونه أحيانا الجهاز المناعي، لا، هو نظام، مجموعة كبيرة من الأجهزة كلها تتعاون وتقف ضد هذه العوامل المرضية المحيطة بنا مثل الفيروسات وغيرها. طيب هذا النظام المناعي هو الجيش. طيب هذا الجيش كيف نقويه
وكيف نسلحه جيدا؟ علماء جامعة هارفارد يقولون بالتفاؤل. معقول؟ يعني لا دواء ولا تكلفة ولا فقط التفاؤل. نعم، فالدراسة هذه وجدوا بنتيجتها أن الإنسان الذي يعيش طويلا ولا يتعرض للأمراض إلا نادرا ويكون سعيدا أكثر في حياته، مثل هذا الإنسان يتمتع بنظام مناعي قوي ضد الأمراض. طيب هذا الإنسان ما هي مواصفاته؟ ثلاث مواصفات. أول شيء، أول صفة وأهم صفة، أنه متفائل، نظرته إيجابية للحياة، التفاؤل. أنا الآن سآتي معك لأهمية ذكر الله، ولكن أريد أن أؤصل الناحية العلمية فقط لنبني كلامنا على أساس علمي. التفاؤل رقم واحد. ما هو التفاؤل؟ يعني أنا مثلا هناك مشكلة سأتعرض لها، أتفائل، أقول إن شاء الله ستحل هذه المشكلة. تعرضت لمرض أو حادث أو خسارة، أتفائل وأقول إن شاء الله سأشفى قريبا، سأعوض خسارتي قريبا. هذا هو التفاؤل، هذه هي النظرة الإيجابية. رقم اثنين، التسامح والعفو. التسامح والعفو. التفاؤل يطيل العمر، والأعمار بيد الله طبعا، ولكن هناك أسباب. لأن الذين أجروا عليهم الدراسة منهم من عاش 80 و90 سنة و100 سنة، منهم من مات مبكرا، فوجدوا كإحصائية يعني عامة أن معظم الناس الذين عمروا طويلا كانوا يتمتعون بهذه الصفات الثلاث، النظرة الإيجابية والتسامح والعفو. وسنبحث علميا ما الذي يحدث في الجسم عندما تعفو عن إنسان، وبالمقابل ما الذي يحدث من دمار للقلب عندما تغضب وتنفعل وترغب بالانتقام وتملأ قلبك بالغيظ والحقد. ما الذي يحدث؟ وماذا يحدث عندما تتسامح؟ العمل الثالث أو الصفة الثالثة، حب الخير للناس، يسمونها أعمال تطوعية. كيف يعني أعمال تطوعية؟ يعني بدون مقابل، تقدم خدمة بدون مقابل، تطيل العمر وتقوي النظام المناعي. يعني أنت الآن أخي الحبيب قد يكون لديك الكثير من المشاكل، وكلنا نعاني من مشاكل. قل أنا الآن سأنظر إلى الحياة نظرة إيجابية، سأتفائل جدا وسأعتقد أن رزقي سيزداد، أمراضي ستشفى، مشاكلي ستحل، وأن المستقبل أفضل بكثير، وأتفائل أيضا برحمة الله. والشيء الثاني، أنا سأتسامح وأعفو ولن أغضب. والشيء الثالث، سأقوم بأعمال البر مثل الصدقة، الإنفاق، مثل تقديم خدمة لإنسان يحتاجها بدون مقابل، العطف على الناس، بر الوالدين من أعمال البر، الإحسان للجار من أعمال البر. يعني هذه هي المجموعة من أعمال البر. قل أنا سأقوم بهذه الأشياء وجرب، والله ستجد حياتك انقلبت رأسا على عقب. طيب أنا كيف أحصل على هذه الأشياء؟ هم في الغرب يضعون هذه القواعد، ولكن التطبيق العملي غير موجود لديهم، لأنهم نشروا ثقافة الإلحاد وثقافة اليأس. ما معنى إلحاد؟ يعني يأس، لا إله، لا حساب، لا أمل. هذا هو الإلحاد. بينما الإيمان يعني هناك إله سيأخذ لي حقي، هناك إله سيشفيني، هناك إله سينصفني، هناك إله سيرحمني، هناك إله سيرزقني. انظر كم الفرق كبير. هذه الصفات الثلاثة في كل آية من آيات القرآن وكل ذكر دعا به النبي صلى الله عليه وسلم
نجد هذه الصفات الثلاثة، ما رأيكم؟ يعني تخيل أخي الحبيب أنك الآن إذا قرأت آية مثلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ هذه آية عظيمة، أولا فيها اطمئنان للقلب، وفيها تفاؤل، وفيها حب الخير للناس، وفيها تسامح، لأنني أعلم أن هناك إلها عظيما سيكافئني. أنا عندما أعمل حسنة مع إنسان، لماذا أعملها؟ هكذا فراغ؟ لا، هناك هدف، أن الله سيكافئني. داووا مرضاكم بالصدقة. أنا عندما أتصدق أنوي أن يرحمني الله بهذه الصدقة، وأن يكرمني، وأن يضاعفها لي 700 ضعف، كمثل حبة، هذا الذي يتصدق، أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. 7 ضرب 100 700، كل شيء تضعه تأخذ 700 ضعف. لاحظت أخي الحبيب؟ فهنا نجد أن هذه الآية تملأك بالتفاؤل، هذا هو ذكر الله. طيب، أنا عندما أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ماذا يفعل هذا الذكر؟ هذا الذكر علاج لك. لماذا؟ أولا يمنحك التفاؤل، لأنك عندما تقول سبحان الله وتفكر بمعناها، تعالى الله عن النقص. أنا أعتقد أن الله موجود، وأن الله لن ينساني، وأن الله سيرزقني ويشفيني، وأن الله سيهيئ لي طريقة لحل هذه المشكلة، ولكن تحتاج إلى صبر. الحمد لله هذا قمة التفاؤل، يعني في الغرب والدول الإلحادية هذه يستغربون كيف يمكن للمسلم أن يصاب بأذى ويقول الحمد لله. نحن إنسان يموت ابنه وتسأله يقول الحمد لله، هذا من أغرب الأشياء. فعندما تقول الحمد لله، يعني هذا الأمر يدل على الرضا، يدل على أنك رضيت بما قضاه الله، وهذه بداية التفاؤل. متى يبدأ التشاؤم؟ من عدم الرضا. عندما يصيبك هم أو غم أو مشكلة أو مصيبة أو مرض أو فاقة أو نقص أو مصيبة الموت، يبدأ الإنسان يتذمر ولا يرضى، وتبدأ الهموم والمشاكل، وتبدأ النظرة السلبية، وهنا النظام المناعي ينهك. لأن يعني قلنا سنقول ما الذي يحدث في الجسم، أي فكرة تخطر ببالك، فكرة إيجابية أو سلبية، كيف تحدث؟ يعني أنا الآن أتحدث معكم، ما الذي يجعلني أتحدث؟ هناك مجموعة هائلة، مليارات العمليات الكيميائية والحيوية تتم في دماغي وفي القلب وفي الخلايا وفي كل الجسم. عندما يتحدث الإنسان هناك عمليات كيميائية تحدث، بنتيجتها يحدث هذا الكلام. عندما أحرك يدي هناك عمليات كيميائية تحدث. طيب، ما الذي يحدث عندما ينفعل الإنسان ويغضب ويتشائم؟ أول شيء تزداد نسبة هرمون الإجهاد، الكورتيزول. هذا الهرمون إذا أفرز بشكل كبير وبصورة مستمرة يدمر النظام المناعي، تصبح مناعتك ضعيفة، وبالتالي كل الأطباء يقولون إياك والغضب، وبخاصة مرضى القلب، لأنه يدمر القلب. فإذا أنا عندما أتفاءل
هذا الهرمون تكون نسبته قليلة جدا، فالنظام المناعي يعمل بصورة أفضل، يقاوم الأمراض، وبالتالي هذا علاج للأمراض. يعني ميزة القرآن أخي الحبيب وميزة الإسلام أنه يعالج الخلل قبل وقوعه. الطب الحديث ينتظرك حتى تمرض ثم يتدخل، لا يتدخل قبل ذلك. لاحظت؟ يعني عندما تمرض تذهب وتبدأ رحلة العلاج والمعاناة. أما تعاليم الإسلام لا، تعطيك العلاج قبل أن يحدث. يعني عندما تذكر الله وتقول الحمد لله، إذن هذا تفاؤل، وهذا فيه نوع من التسامح أيضا. يعني أنا حدثت معي مشكلة، بدلا من أن أحقد وحب الانتقام أقول الحمد لله، فأوتوماتيكيا يحدث في داخلي شيء من العفو والتسامح. النظام المناعي يهدأ ويرتاح في هذه الحالة. وعندما أقول الله أكبر، الله أكبر من كل البشر، من كل الهموم والمشاكل، وبالتالي هذا يعطيني قوة ويعطيني اطمئنان. وعندما أقول لا إله إلا الله، اعتقدت أن هناك إله واحد هو القادر أن يرحمني ويغفر لي ويكافئني وينصفني، وبالتالي هذا الإله العظيم، وجود هذا الإله بقربي مهم جدا، إله قوي عزيز كريم رحيم سبحانه وتعالى، يمنحني التفاؤل ويعينني على العفو، لأنه هو الذي أمرني أن أعفو. قال تعالى فليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فهذا الأمر أخي الحبيب مهم جدا. لماذا؟ أعانك على العفو والتسامح، بينما في الوضع الطبيعي في ظل الإلحاد أنت لماذا تعفو؟ ما هو الهدف؟ إنسان سيء لا يستحق العفو، لماذا أعفو عنه؟ ماذا سأستفيد؟ ولا شيء. بينما في ظل الإسلام لا، أنت إذا أردت أن يعفو الله عنك ويكافئك، أعفو عن الناس، أعفو عمن أساء لك، أعفو عن السيء. وبالتالي ذكر الله أعطاني تفاؤل وأعطاني قدرة على العفو. وعندما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا أيضا أخي الحبيب مهم جدا. لا يتغير ذرة، لا تتغير ذرة في الكون إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، ولا يتحرك شيء إلا بأمر الله، ولا يتم تحويل أمر إلى أمر إلا بإذن الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، كل القوة لله. وبالتالي أنا الآن أصبحت مطمئن القلب بهذا الذكر. النظام المناعي يعمل بصورة أفضل، القلب مرتاح، لا يوجد حقد، لا يوجد غل، لا يوجد غضب، لا يوجد انفعالات. أحب الخير للناس، وهذا يمنحني سعادة إضافية. أيضا جامعة هارفارد أجرت تجربة على من يفعل الخير، وجدت أنه أكثر سعادة ممن يتلقى الخير. يعني مثال، إنسان تصدق بمبلغ من المال، وجدوا حسب مقياس هرمون السعادة أن الذي ينفق المال ويتصدق به على الفقراء يكون أكثر سعادة من الفقير الذي يأخذ المال. لذلك يحاولون اليوم علاج الاكتئاب بالإنفاق، بالصدقة. يقول إذا كان عندك ثوب قديم تصدق به، إذا كان عندك أي شيء، طعام، أي شيء، مبلغ ولو بسيط أعطيه لمن يحتاج، لأن هذا يكسبك السعادة ويجعل دماغك يفرز هرمونات السعادة التي تجعل حياتك أفضل. لاحظ أخي الحبيب، نحن في الإسلام الصدقة تعتبر شيء أساسي، الزكاة ركن من أركان الإسلام، ركن أساسي. وبالتالي هذا الذكر الذي أنا أطبقه الآن ليس مجرد ذكر، الهدف منه الثواب، طبعا هو ثوابه عظيم، لأن الله تعالى يقول ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، ولذكر الله أكبر. فهذا الذكر
سبحان الله له أثر عظيم كثواب في الدنيا والآخرة، وله أثر في تيسير الأمر، وله أثر في الشفاء، وأيضا له أثر في أن يمنحك التفاؤل، يمنحك القوة، يمنحك السعادة أيضا، ويمنحك حب العفو عن الناس وانتظار الخير من الله سبحانه وتعالى. فإذا أي نوع من أنواع الذكر فيه خير لك، أي نوع من أنواع ذكر الله، سواء دعاء نبوي أو آية قرآنية تقرأها أو سورة الفاتحة، هي رأس الذكر، لأن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، وآية الكرسي هي أعظم آية في القرآن. فكر عندما تقرأ آية الكرسي كم تشعر بالسعادة، عندما تقرأ قل هو الله أحد الله الصمد كم هي مريحة للإنسان. فإذا أخي الحبيب، أكثر من ذكر الله بنية أن تعالج نفسك، بنية أن تعيش حياة سعيدة وهادئة، وبنية أن ترضي الله، عسى أن يرضيك الله في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يرضينا جميعا، وأن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.